أهلا ومرحبا بكم Hey من جديد. لدي اختبار ذهني سأقدمه لكم. هل لدي احتمال أفضل في القيام بثلاث رميات حرة على التوالي أو ثلاث مؤشرات؟ حسنا، سوف نقوم بالإجابة على هذا السؤال للتو، لكن قبل أن أجيب أود الإشارة إلى نمط ممتع له علاقة بالسؤال. هذا كان عام 2009، إنه قديم جدا لكنه حقا ممتع. إنه يوضح ثلاث نقاط. أول نقطة عام 1980، الثلاث مؤشرات تصبح مكررة أكثر وأكثر. إذن ما هو موضح هنا هو المعدل في كل فصل ويتجه للأعلى هنا. بالنسبة للسؤال، هذه مجموعة من القيم هنا، وهذه القيم المرتفعة هنا في أواخر التسعينات. في الواقع أنا لست متأكدة تماما ما الذي حدث في هذا العام، لكن لدينا 2001 و2002 هنا، حيث هناك شيء نفكر به هو أن الكثير من الناس تأخذ ثلاث مؤشرات. الآن لنفكر بالسؤال الذي لدينا، وللإجابة عليه سوف نستخدم هذه البيانات هنا. حسناً، إذن نريد أن نقارن ثلاث رميات حرة بثلاث مؤشرات. إذن هنا لدينا نسبة المؤشرات وهي واضحة ومقربة لأقرب 100. إذن نسبة الثلاث مؤشرات هي 33%، ثم نسبة الرميات الحرة. إذن هذه نسبة الرميات الحرة وهي مقربة لأقرب 100. إذن هنا النسبة حوالي 75%. إذن عند النظر بوضوح إلى هذه الأرقام هنا، هي مرجحة أكثر لصنع الثلاث رميات الحرة أكثر من صنع ثلاث مؤشرات. لكن السؤال، ماذا بشأن الثلاث رميات الحرة على التوالي؟ حسناً، ما سنفعله مشابه جداً لما فعلناه في المرة السابقة. تم السؤال عن 10 رميات حرة على التوالي، لذا نفكر بشأن أول ثلاث رميات حرة. إذن الرمية الحرة رقم 1. بالنسبة للايبرون، كل ما سنقوم به هو أخذ كل الثلاث رميات الحرة، ومن المتوقع من المعدل أن 75% سوف تصنع تلك الرمية الحرة الأولى. إذن 75% ستصنع تلك الرمية الحرة الأولى، و25% متوقع أن تضيع تلك الرمية الحرة الأولى. الآن لننتقل إلى الرمية الحرة الثانية، الرمية الحرة رقم 2. يجب أن نكون حذرين بنسبة الرميات الحرة التي يقوم بها لايبرون، لذا لنفكر بشأن 75% التي صنعت الرمية الحرة الأولى. بعض 25% ربما تصنع الرمية الثانية وربما الرمية الثالثة. لنفكر بالنسبة للتي صنعت الرمية الأولى، نحن نتوقع أن يكون 75% للرمية الثانية. إذن 75% من 75%، هذه نصف 75%، وهذه حوالي 75%. إذن 75% ستكون للرمية الحرة الثانية والرمية الحرة الأولى. إذن هذه ستكون 75% ضرب 75%. وكما تعلمون يوجد هنا مركبات أخرى عندما أي شخص يضيع واحدة على الأقل من الثلاث رميات. الآن الرمية الحرة رقم 3، ما هي نسبة لايبرون هنا في عمل الرمية الثالثة؟ حسناً، 75% من هذه سوف تصنع الرمية الثالثة. إذن 75% من هذا الرقم، إذن 75% من ذلك الرقم سوف تصنع الرمية الثالثة. إذن هذه 75% من هذا الرقم، والذي هو 75% من 75%. هذا يمثل عدد كل الثلاث رميات التي سيقوم بها لايبرون. مرة أخرى يمكننا كتابته بهذا الشكل، 75% للقوة 3، والتي هي نفس الشيء مثل 75 تقسيم 100 للقوة 3.
حسنا، دعونا نستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج. هذه نفس الشيء مثل 75% ضرب 75% ضرب 75%. سوف نحصل على 42% مقربة لأقرب 100، ونحصل على نفس الجواب. إذا وضعنا 75% للقوة 3 نحصل على 42%. دعوني أكتب هذا. إذن هذا يعطينا تقريبا فاصلة 42%، وهذا نفس الشيء مثل 42%. إذن احتمال صنع 3 رميات حرة يساوي هذه 42%، والتي ما زالت أعلى من صنع 3 مؤشرات. أريد من يشاهد هذا الفيديو أن يفكر ماذا سيحصل للأرقام عندما تختلف، أو ربما بعض لاعبي الكلية واحتماليتهم، ومن ثم معرفة ومقارنة عمل 3 رميات حرة أو 3 مؤشرات. وكما نرى، إذا تم إيجاد أي لاعب فإن احتمالية عمل 3 مؤشرات أعلى من عمل 3 رميات حرة على التوالي. إلى اللقاء.